أعلنت الحكومة الباكستانية مناطق عديدة في إقليم البنجاب والسند وبلوشستان مناطق منكوبة بالفيضانات التي تشهدها البلاد منذ شهرين. كارثة إنسانية كبيرة جدا، ففي حين تستمر جهود الإنقاذ في تلك المناطق الجنوبية، تشهد بالمقابل المناطق الجبلية شمال البلاد نشاطا سياحيا كثيفا في ظل جريان أنهارها وشلالاتها مجددا بعد جفاف طويل. ها هي المياه الرقراقة عادت إلى مجاريها، وعادت البهجة إلى وجوه هؤلاء الأطفال بعد موسم حر لاهب. الأمطار الموسمية الغزيرة أرجعت أقدام السياح والأهالي إلى غابات جبال مرقلة المطلة على العاصمة الباكستانية، بعد أن أظلتها الأشجار الخضراء الوارفة وفاضت غدرانها وجداولها لتزيد المكان بهاء. ببركة الأمطار هذا العام امتلأت هذه الغدران وصارت متنزها نلجأ إليه في موسم الحر نحن وأطفالنا. هطل الأمطار هنا مستمر على مدى العام، ولكن بشكل متقطع، بيد أن فصل الصيف هذا العام يشهد أمطارا غزيرة مستمرة منذ أكثر من شهرين، ما تسبب في غرق الأقاليم الجنوبية بالسيول. لكن هذه المناطق الشمالية محمية بسلاسل جبال تحفظها من الآثار الكارثية التي تسببها الأمطار الغزيرة. بسبب الجبال العالية لا يستمر تدفق هذا النهر أكثر من شهرين، أما في مناطقنا وفي سنوات مضت فقد جرف الفيضان فنادق وعمارات ضخمة. الأقاليم الباكستانية السهلية والصحراوية تتعرض لفيضانات مدمرة منذ مطلع يوليو الماضي بسبب الأمطار المستمرة، بلغت حصيلة ضحاياها قرابة 1000 شخص، وتركت 30 مليونا آخرين دون مأوى. مناطق جنوب البنجاب والسند وبلوشستان هي أكثر المناطق تأثرا بالفيضانات، نحتاج إلى السدود لحمايتها. 23 منطقة في إقليم السند أعلنت مناطق منكوبة بالفيضانات، وتقدر الحكومة الحاجة العاجلة إلى جهود الإنقاذ بحوالي 72 مليار روبية أو ما يقدر ب 350 مليون دولار. في مفارقة تتكرر، ينتشي السياح هنا بحبور عودة مياه الحياة إلى هذه الجبال بعد جفاف طويل بفضل الأمطار الموسمية. الأمطار نفسها حولت أكثر من نصف المناطق السهلية والصحراوية إلى مناطق منكوبة. براء هلال العربي، إسلام أباد. ومعنا من بيروت مصطفى رعد، باحث متخصص في المجال البيئي. سيد مصطفى، مرحبا بك معنا في صباح جديد. يعني المياه تعود إلى مجاريها في الشمال لكنها تغرق الجنوب الباكستاني. بداية علميا، ما الذي يجري تحديدا في باكستان؟ ما يجري حاليا في باكستان هو تناقض بيئي وتناقض في الأنماط الطقس التي تغزو المدينة الباكستانية في جنوب آسيا. ما يحصل حاليا هو أن هناك عدة عوامل تتأثر بالتغير المناخي. بداية نتحدث عن المناطق العالية وتحديدا جبال الهيمالايا، الجبال الأعلى في العالم، التي يوجد من خلالها وإلى جانبها عددا من البحيرات الجليدية، وتحديدا نتحدث عن نحو 7000 بحيرة جليدية تذوب في فصل الصيف وتجرف كل المياه التي ذابت في هذا الفصل إلى الجهة الجنوبية من باكستان وإلى حوض نهر السند الأدنى، وبالتالي تحدث فيضانا كبيرا. وهناك أيضا عامل آخر وهو عامل الاحتباس الحراري العالمي، بحيث يؤثر ارتفاع نسبة الحرارة بشكل عام في العالم وتحديدا في جنوب آسيا إلى ارتفاع نسبة المياه التي تذوب في الجهة الشمالية من البلاد، والتي تسبب انهيارات ثلجية وفيضانات كبيرة تؤثر على أنماط الطقس في جميع العالم. من المعروف أن هناك قطبا ثالثا في باكستان بالإضافة إلى القطبين الموجودين في الكرة الأرضية، والذي يؤثر بشكل كبير على جميع مناطق باكستان وتحديدا من حوض
نهر السند الأعلى إلى حوض نهر السند الأدنى، والذي يدمر عددا كبيرا من المنازل ويؤثر بشكل كبير على حياة الناس وعلى الأمن الصحي. نعم. والغذائي للمواطنين. سيد مصطفى، ما تشهده باكستان كما هو معلوم كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى، حتى أن الفيضانات التي شهدتها باكستان بال2010 2011 فاقتها أيضا الآن من حيث الحجم وهول الكارثة. ثلث باكستان أصبحت مغمورة بالمياه، بالتالي هناك نفايات بلاستيكية تتناثر من أنابيب الصرف الصحي، هناك برك متسخة. ماذا يعني ذلك من الناحية الطبية والصحية والبيئية؟ عمليا يعني ما يحصل في باكستان حاليا هو كارثة إنسانية وكارثة صحية على جميع المستويات. طبعا هناك ازدياد لجميع الأمراض المرتبطة بالأمراض المتناقلة عبر المياه، وتحديدا المياه الآسنة التي تنتقل من مكان إلى آخر. هناك ازدياد في الأمراض المرتبطة بالملاريا، حمى الدنك، وطبعا لا يمكننا إغفال مرض كوفيد 19 الذي يتأثر عدد كبير به في باكستان. ومن المعروف أن باكستان وأنهر باكستان هي من المدن الملوثة صناعيا وبلاستيكيا بشكل كبير، وبالطبع لأن هناك عددا من الصناعات الموجودة في باكستان والتي تؤثر بشكل كبير على صحة الناس وارتفاع الفاتورة الصحية للناس، وبالتالي انتشار هذه الأمراض وتحديدا مقتل الأطفال الذين لا يستطيعون مقاومة هذه الأمراض الموجودة بشكل كبير في باكستان. طيب سيد مصطفى، يعني ماذا بيد السلطات الباكستانية والمؤسسات المدنية وحتى يعني على مستوى الوعي، ماذا يمكن أن تفعل لدرء هذه المخاطر، لدرء يعني هذه نتائج عمليا هذا التغير المناخي؟ عمليا باكستان تعمل منذ سنوات عدة على إحداث يعني تغيير نوعي في الثقافة البيئية لدى الأشخاص الذين يسكنون في الجهة الجنوبية من باكستان، وتحديدا القبائل التي تسكن في هذه المناطق، كونهم لا يتمتعون أو يتمتعون بالحد الأدنى من الثقافة البيئية، كونهم يسكنون إلى جانب الأنهار وهم من المجتمعات الأصلية الذين يسكنون هذه المناطق. طبعا هناك عمل كبير من السلطات الباكستانية على تعزيز الثقافة البيئية، ولكن أيضا رغم وجود وزيرة للتغير المناخي تم رصد حوالي 70 مليون دولار من الموازنة الباكستانية، ولكن تم تخفيضها في العام 2018، وهذا الأمر يؤثر طبعا على كيفية محاربة التغيرات المرتبطة بالتغير المناخي، ومن ضمنها يعني إنشاء المزيد من الإنشاءات وتحديدا السدود وغيرها من الأمور التي قد تساعد الباكستانيين على تحصين منازلهم وتحصين مؤسساتهم وحياتهم الصحية والأمنية، بفعل يعني عدد من الأمور التي يمكن أن تساعد في خفض تأثيرات التغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير على باكستان في جنوب آسيا. الباحث المتخصص في المجال البيئي مصطفى راعد، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.